أنا اسمي صلاح أحمد عبيد بن طوق، رايد بحري متقاعد، وهذه هوايتي أو بالأحرى تورثتها أبن عن جد. بحيث كان جدي من ناحية الأب صناع سفن ونوخذة وغواص، وأبوي نوخذة رحمة الله عليه، وأنا اتبعت طريق العائلة بالأحرى، بحيث أني صرت أول شيء ضابط بحري القوات البحرية الإماراتية، ومن ثم تقاعدت، وهذه هوايتي أنا قاعد أمارسها، وهذه مهنة الأجداد بالنسبة لي. ٢٠١٣ بدينا نشتغل فيه. البناء يعتمد حالياً كله على اليدوي، هاند ميد. بعض الأوقات تحتاج أنك تجيب دريل كهرباء، تجيب منشار كهرباء، لأن الخشب مال كبير، وبعدين نستخدم الرافعات، لأن قطعة الخشب الوحدة مش ممكن يشيلونها 10. أما كعمل يدوي، لأن سفينة كبيرة وتحتاج مجهود كبير. لأن بقى في الإمارات أو في الخليج بالأحرى يمكن 3 أو 4 مصانع لبناء السفن الخشبية التراثية، مع شحف المواد اللي هو البيلدينج ماتيريال، وأصبحت شغلة مكلفة. أول كانوا يبنون السفينة ب7,000 10,000، أصبحت سفينة خشبية حاليا تكلف 7 مليون 5 مليون 10 مليون درهم. قلت لأن ما في طلب عليه، ما في طلب على السفن هاي. الصيادين اتجهوا للفايبر جلاس، بيبنوا سفن فايبر جلاس بأسعار رخيصة، وبعدين ما تحتاج إلى عملية منتنس كبيرة، هذه عمرها يمكن 20 سنة 25 سنة. أما السفن الحديثة اللي هي من الفايبر جلاس ممكن تقعد وياك 30 40 سنة، ولا تحتاج منتنس كثير يعني. غير هذا الجيل الحالي ما يحب الصنعة هذه. الجيل الحالي يحب أن يكون قاعد في مكيف ويمارس هوايته، يعني بعيد عن الشغلة المتعبة والمرهقة. نحن حسب ما لامسينا ممكن يعني إذا ما نظروا لها باهتمام ما تقدر أكثر من 10 سنوات خلاص.